نبدأ الرادار من الهزة الأرضية الجديدة التي ضربت مدينة ملاطيا وسط تركيا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 69 آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المباني. وقد أفادت هيئة الطوارئ والكوارث التركية بأن فرق الإنقاذ توجهت إلى المدينة للبدء في عمليات البحث عن الناجين. ودعا نائب الرئيس التركي المواطنين للابتعاد عن المباني المتضررة. في هذه الأثناء أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية بأن حصيلة القتلى جراء الزلزال بلغت 44,373 شخصا. وأوضحت الهيئة بأنها سجلت أكثر من 9,000 هزة ارتدادية عقب الزلزال، مبينة بأن أعمال البحث والإنقاذ انتهت بنحو 21,000 مبنى مهدم، وأن العمليات تركز حاليا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة. وفي خطوة إنسانية، التقى وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو نظيره المصري سامح شكري بعد وصوله إلى مدينة أضنة، وأجرى الطرفان مباحثات تناولت الأوضاع في المنطقة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا. زيارة شكري تأتي ضمن جولة تشمل سوريا وتركيا لنقل رسالة تضامن من مصر إلى البلدين اللذين تضررا بالشدة جراء زلزال السادس من الشهر الجاري. وأكد تشاوش أوغلو عزم أنقرة على تطوير العلاقات مع القاهرة. وزير الخارجية المصري من جهته أكد بأن القاهرة تبذل جهودا حثيثة لمؤازرة تركيا في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر. أنا محمل برسالة تضامن ومؤازرة ومواساة إلى الشعب التركي الصديق على مستوى القيادة والحكومة والشعب المصري لهذا المصاب وهذه الكارثة التي تألمنا جميعا لوقعها، ونعمل بكل ما لدينا من جهد لمؤازرة إخوتنا وأخواتنا في تركيا لتجاوز هذه المحنة. المساعدات التي قدمتها مصر هي أقل ما يمكن في إطار تأكيد الحرص على رفع المعاناة عن المصابين. للمزيد معنا من اسطنبول محمد المشهراوي، ومن مدينة أضنة حيدر الأسدي. أبدأ معك محمد المشهراوي، ومفاعيل هذه الزيارة التضامنية لوزير الخارجية المصري لأنقرة. من ضمن جملة وزراء الخارجية لدول مختلفة وممثلي تلك الدول الذين زاروا تركيا بعد هذه الكارثة الكبيرة، يعني نشاهد أن هذه الزيارة لوزير الخارجية المصري تحتل أهمية استثنائية لدى تركيا بصفتها أنها تدر منفعة للبلدين وكذلك للمنطقة، بوصف وزير الخارجية التركي لدى استقباله نظيره المصري اليوم. وترافق ذلك مع مساعدات إضافية أرسلتها مصر إلى تركيا، تحديدا إلى المناطق المتضررة. نتحدث عن سفينة تقل نحو 250 طنا من هذه المساعدات الغذائية الطبية وغيرها من المساعدات والاحتياجات الطارئة لمتضرري الزلزال. وزير الخارجية التركي يصف هذه الزيارة بأنها تؤسس لصفحات جديدة في العلاقة المهمة والمثمرة بين البلدين، وتطرق أيضا إلى اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس التركي بالرئيس المصري في الدوحة قبل عدة أشهر، وتطرق أيضا إلى أن كل هذه الخطوات تمهد لمزيد من الخطوات المهمة والبناء بين البلدين في المرحلة المقبلة. أيضا يقول وزير الخارجية التركي أن من مصلحة البلدين المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات. نلاحظ أن تركيا منذ هذه الكارثة تسعى للاستفادة من حجم التضامن الدولي والعربي الكبيرين معها من حيث طي صفحات الخلاف أكثر وأكثر وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والسياسية من هذه البوابة
بوابة، بوابة دبلوماسية الزلازل كما اصطلح على تسميتها. كان من بين ضمن المسؤولين الذين زاروا تركيا خلال هذه الأزمة وزير الخارجية اليوناني، أيضا ممثلين عن دولة أرمينيا، وكلتا الدولتين تشوب العلاقات بينهما وبين تركيا توترات تاريخية، لكن في هذه الأوقات الصعبة وجدنا مثل هذا التضامن الكبير. واليوم تحت عنوان التضامن في الأوقات، أوقات الشدة وأوقات الأوقات الصعبة، يقول الوزير الخارجية التركي إن ذلك يبرز قوة الصداقة مع هذه الدول. نعم محمد، ننتقل إلى أضنة مع حيدر الأسدي. كيف أثرت الهزة الارتدادية في ملاطيا اليوم على حالة السكان في هذه المناطق أيضا حيدر؟ يعني هي زادت من حالة الخوف والهلع لديهم أكثر، خصوصا وأننا نتحدث فضيلة عن أكثر من 9000 هزة ارتدادية تعيشها هذه المنطقة منذ 6 فبراير وحتى هذا اليوم. لكن ملاطيا اليوم كانت هي مركز الحدث. حتى الآن إدارة الكوارث والزلازل التركية لم تتحدث عن حصيلة جديدة، وهي مقتل شخص وإصابة 69 آخرين وانهيار أكثر من 20 مبنى جراء الهزة الأرضية التي أصابت ملاطيا هذا اليوم وبلغت 5.6 على مقياس ريختر. السلطات التركية هنا دعت السكان بالابتعاد عن المباني الآيلة للسقوط أو المتصدعة والأماكن التي ضربتها الهزة الأرضية قبل ساعات من الآن، خوفا على حياتهم. عمليات الإنقاذ بدأت وبالتوازي أيضا في مناطق أخرى كما هو خلفنا تجري عمليات إزالة الأنقاض، ولكن في ملاطيا عملية إزالة الأنقاض أو عملية البحث عن ناجين بدأت فعلا، وقد انتشل أحد الأشخاص من تحت الأنقاض على قيد الحياة وتم إسعافه على الفور. أيضا من مختلف المناطق القريبة من ملاطيا توجهت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ في محاولة لإسناد الفرق المتواجدة، والتي بدأت بشكل مبدئي بالبحث والتنقيب تحت 5 مباني من أصل 20 مبنى انهار جراء هذه الهزة التي ضربت ملاطيا هذا اليوم. شكرا حيدر الأسدي من أضنة، كما أشكر محمد المشهراوي في اسطنبول.